جدد رئيس الجمهورية قيس إسعيد عصر يوم الخميس 28 من مارس 24 بعد 2000 بقصر قرطاج بكل من السيد شكري ابن نصير الرئيس المدير العام للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر والسيد الهاشمي بلوزة مفوض دار الصباح التأكيد على أنه لا مجال للتفريط في هذين المؤسستين مستعرضاً بالمناسبة محطات من تاريخ هذين الصحيفتين والإجراءة التي تم اتخاذها لدمجهما كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الأملاك التي تمت مصادرتها والتي هي ملك للشعب التونسي مذكراً بأن النية كانت تتجه إلى التفويت فيها حتى تسيطر عليها مجدداً شبكات الفساد التي جثمت على كل مقدرات البلاد وما زالت تتوهم أنها قادرة على طمس معالم التاريخ وارتهان مستقبل تونس وتطرق رئيس الجمهورية أيضاً إلى عديد المحطات التاريخية التي عرفتها تونس في مجال الصحافة منذ أواخر القرن 19 إلى اليوم والدور الذي قامت به الأقلام الحرة في الدفاع عن الوطن وفي نشر الفكر الحر وفي حق الشعب التونسي في أن يكون حراً هو وحده الذي يقرر مصيره واختياراته بنفسه وشدد رئيس الجمهورية على أن حرية التعبير مضمونة في تونس بالدستور وأن التاريخ لا يمكن أن يعود إلى الوراء وإن كان هناك من يبحث عن دليل فلينظر كل صباح في عناوين الصحف وليستمع ويعيد الاستماع للحوارات التي تتم في وسائل الإعلام ومن يروج لعكس هذا يكذب نفسه بنفسه ويكذبه المشهد الإعلامي بوجه عام وكان هذا اللقاء مناسبة أيضاً ذكر فيها رئيس الدولة بأن الشعب التونسي يخوض حرب تحرير وطني ولن يقبل بغير الانتصار بديلاً مشيراً في هذا السياق إلى التحالفات التي تعقد اليوم بين من كانوا يتظاهرون بأنهم خصوم وأعداء فضحتهم ممارساتهم ولقاءاتهم وارتمائهم في أحضان الخارج فمن أعداء آل الداء صاروا في يوم وليلة خلائن أوفياء ولكنهم في الواقع لم يكونوا أبداً خصوماً ولن يكونوا أبداً أوفياء حتى لبعضهم البعض فضلاً عن وفائهم لهذا الوطن العزيز كما أكد رئيس الجمهورية على أن الصحافة الحرة المعبرة عن الفكر الوطني الحر ستقف حائلاً وسداً منيعاً أمام كل من ارتضى لنفسه أن يكون قلماً مأجوراً أو لساناً يتظاهر بالدفاع عن الحرية ولكنه في الواقع هو من ألدى أعداءها لأنه ارتضى لنفسه أن يكون خادماً مطيعاً وناطقاً متنكراً ولكنه مفضوح باسم شبكات الفساد في الداخل المرتبطة بمن يحركها كالدمى من الخارج.